لا لا أعزاء طلاب في الرابعة جامعتين، هنتابع مع بعض مادة الكورة. مركز كورة أبلكيشن مانجر ديستريبيوشن زيه زي الإف ديستريبيوشن، نيفر تو بي نيجاتيف، يعني ده كفر الجملة الأولانية بس. الأشكال دي بتختلف حسب درجات الحملة بتاعته والجزء الفريدم بتاعتها. لا بس هو خلي بالك الكاي سكوير عمره ما يبقى سالب، بص التسكين اللي بيبقى موجود على إيدك اليمين. أنا بعمل هنا إيه؟ بعمل مقارنه بين الحاجه اللي انا شفتها بنسميها اوبزرفد والحاجه اللي متوقعه اللي احنا بنسميها اكسبكتد. فالكاي سكور تيست من اوبزرفد داتا النلايبز بتاعي، الاوبزرفد داتا فيت ذا اكسبكتد داتا، الاتش 1 او الالترناتيف اوبزرفد داتا داز نوت فيت اكسبكتد. يوز كاي سكور فورمولا، الكاي سكور العلامه دي رمز لاتيني، كاي سكور ايكوال سام اف او ماينس اف اي سكور اوفر اف اي، اف او اوبزرفد فريكونسي، اف اي اكسبكتد فريكونسي، اف اي اكسبكتد فريكونسي. بروح للتيبل بروح على ديجريز اوف فريدم اللي هي النمبر اوف كاتيجوريز مش النمبر اوف سامبل او السامبل سايز. ده شكل الاف ديستريبيوشن، الكريتيكال فاليو اللي هجيبها من التيبل اهي، ان المنطقه الزرقاء دي هتبقى ريجكشن قبلها تبقى اكسبتنس. بتاع الكاي سكوير اهو متحدد هنا السطر الاولاني كومبتنس ليفل 90% 95 98 97.5 وهكذا، السيجنفكنس المكمل 90 و10 يبقوا 100 95 و5 100 92 100 وهكذا. الديجريز اوف فريدم بتاعتي اهيت اللي هي كي ماينس 1، والرقم ده مثلا على سبيل المثال هنا كي ماينس 1 كانت ب6 ومحتاج 2% سيجنفكنس. المنطقه الحمراء دي هي منطقه الريجكشن. الكلام ده اهو لو ديليز اوف فريدم 7 وواخد 10% يبقى 10% سيجنفكنس اهي، وال7 يبقى دي القاعده اللي انا هرسمها على الجدول. المنطقه اللي بعديها اول كيس عندنا ايكوال اكسبكتد فريكونس، ان على سبيل المثال the safety director of Honda took sample at the random from the file of minor accidents and classified them according to the time as accident took place. الساعة 8 الساعة 9 من الساعة 9 للساعة 10 الحوادث من الساعة 4 للساعة 5. عدد الحوادث من الساعة 8 للساعة 9 5. من 9 ل 10 6 بعد كده في 20. فالراجل قلق ازاي يكون السيستم بتاع السيفتي بتاع الشركة شغال وفي بيك هنا في الحوادث. لو السيستم شغال صح يبقى لازم عدد الحوادث في اثناء العمل في طول النهار متساوي. فبيقول لي يوز ذا جودنس اوف التيست اند 1% ليفل اوف سيجنفكنس عشان احدد وتزر اور نوت ذا اكسيدنت ار ايفنلي ديستريبيوتد ثرو ذا داي اور نوت. الحته بتاع 17 قبل ال 18 في الحته دي اهي، يبقى دخلنا في الاكسبتنس اريا، يبقى السيفتي سيستم بتاع الشركه دي متطبق صح. لو عندي ان ايكوال اكسبكتد فريكونسيز نفس الكلمه نفس الكلام، ان اللايبز بتاعي از ابزرف ديتا فيز اكسبكتد ديتا الى تنزل على زيرو ديتا هنا مدينه اولد ستاند ريفيلد ذات 60% و 70 سبورت كلاب اي 25% سبورت كلاب بي 20 سبورت كلاب سي 20 سبورت كلاب دي 5 سبورت كلاب بي. الراندوم سامبل اوف 100 ستودنتس شو ذات 32% 32 ستودنتس سبورت اي 24 ستودنتس سبورت كلاب بي 22 ستودنتس سبورت كلاب سي 16 support the club D and non support the club E. Use 5% to check the validity club A, B, C and D. اللي مديهم له اللي شفته 32 support A 24 support B 22 support C 13 support D 9 support E. السمشن بتاعهم ايه؟ الارتكل بتقول ايه؟ 30% بيسبورت كلاب A من كام؟ من المية ب 30% في مية. 25 support كلاب B 25% 20 support كلاب B 20% يبقى 20% في 100 20% سبورت كلاب دي اهم 5% سبورت كلاب اي اهم اجمعهم لازم يساوي 100. كده جبت معايا اف او معايا اف اي اف او ماينس اف اي اف او ماينس اف اي سكويرد اوفر اف اي طلعت ب 6. هاو ماني كلابس؟ 1 2 3 4 5 مع النمبر اوف كاتيجوري 5 يبقى الكي بتاعتي ب 5. يبقى هروح للرو بتاع كي ماينس 1 4 والكولوم بتاع اللي هو جبت الكريتيكال فاليو بكام؟ ب 9 وشويه. اللي انا حاسبها بكام؟ ب 6 يبقى دخلت هنا، يبقى الارتكل القديمه الصح في الكلام بتاعها، يبقى الاوبزرف داتا فيز اكسبكتد داتا. دلوقتي عايزين نشوف حاجه اسمها كونتنجنسي تيبل. الكونتنجنسي تيبل بعمله عندي تو فاريبلز، الفاريبل اللي انا بحطه على الروز، الفاريبل الثاني بحطه على الكولومز، وانا بتشيك الاندبندنسي اوف ذا تو فاريبلز. بيقول لي تشيك ذا اندبندنسي اوف ذا تو فاريبلز، هل التو فاريبلز ار اندبندنت؟ الاجابه يس اور نو. يبقى النان هايبوز بتاعتي ذا نان هايبوز ذا تو فاريبلز ار اندبندنت الالترناتيف ار نوت. هنا اف 1 1 التكرار اللي موجود صف اول عمود اول، اف 1 2 الفريكوانسي صف اول عمود ثاني، اف 1 3 صف اول عمود ثاني، اف 2 3 صف ثاني عمود ثاني، اف 3 2 صف ثالث عمود ثاني. بجيب الاف اي بحسبها ازاي؟
the sum of row times the sum of columns divided by grand total. ال degrees of freedom هتختلف بقى، هيبقى r minus 1 في c minus 1 عدد الأعمدة minus 1 times عدد الصفوف minus 1. عايز أجيب ال FE بتاع D، يبقى الصف بتاعها 100 في 70 على 200. ال FE بتاع D 100 في 50 على 200. ال FE بتاع ال 45 100 في 80 على 200. ال FE بتاع ال 40 100 في 70 على 200. بتاعة ال 25 دي 150 على 200، بتاعة ال 35 180 على 200. حسبتهم دول. طبعا مجموع ال FE اللي انا حاسبها لازم يطلع، ادي ال FO وادي ال FE، هنا 200 وهنا 200. FO minus FE، FO minus FE squared divided by FE، طلعت الكاي سكوير بتاعت 2 و6 68%. الكاي الجدوليه هتبقى 5، ال 2 خلي يبقى الاثنين جايه في الحته دي، يبقى ناخدها في الاكسبتنس اريا، يبقى في التو فاريبلز الجندر والدرينكس هابتس ار اندبندنت. ده الفريكوينت سوري التست بانك بتاعك، وهو برضه مش كتير لازم